مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم: ما سبب شعور بالدوخة مع تأخر الدورة الشهرية؟ بداية أود الإشارة إلى أن تأخر الدورة الشهرية لمدة لا تزيد عن 7 أيام يعتبر أمرا طبيعيا ولا يدع للقلق، وقد يكون الغثيان مصاحبا لأعراض متلازمة ما قبل الحيض، والذي تبدأ أعراضه خلال أسبوع من اقتراب الدورة الشهرية. لكن في حال تأخرها لأكثر من ذلك يجب مراجعة الطبيب للإطمئنان ومعرفة السبب. فقد يسبب تأخر الدورة الشهرية الدوخة والغثيان، وهو أمر شائع ولا يدع للقلق، ويرتبط معظم الأسباب التي تؤدي للشعور بهذه الأعراض بالتغيرات التي تحدث في مستوى الهرمونات في جسم المرأة في هذه الفترة. الغثيان والدوخة من الأعراض التي يمكن أن يكون لها أسباب متعددة، فقد تكون مرتبطة بحالات صحية أخرى أو عوامل تتعلق بنمط الحياة أو حتى عوامل نفسية. وغالبا ما يكون تأخر الدورة الشهرية مدعى للقلق، حيث يمكن أن يكون علامة على حدوث الحمل. وعادة ما يرتبط الغثيان والدوخة بالحمل المبكر بسبب التغيرات الهرمونية. فإذا كانت المرأة تعاني من هذه الأعراض إلى جانب تأخر الدورة، فقد يكون من الحكمة التفكير في إجراء اختبار الحمل. ومن الأسباب الأخرى التي قد تسبب تأخر الدورة الشهرية والشعور بالغثيان: القلق النفسي، إذ يلعب دورا مهما في تأخر الدورة الشهرية، ونظرا لدوره في اختلال هرمونات الجسم ومن ضمنها الهرمونات المسؤولة عن انتظام الدورة الشهرية. كذلك انقطاع الدورة الشهرية المؤقت، مما يحدث كأثر جانبي لانخفاض مستويات هرمون الأستروجين. لذلك يمكن أن تعاني المرأة أيضا من الشعور بالغثيان والدوخة وزيادة الحساسية للضوء، بالإضافة إلى الخمول. كذلك من أسباب تأخرها مع الشعور بالدوخة وجود اضطرابات في الغدة الدرقية، كذلك اتباع حمية غذائية وفقدان الوزن بصورة سريعة، أيضا الإصابة بفقر الدم والمعاناة من مرض السكري. للتخفيف من هذه الأعراض أنصحك بالإكثار من شرب الماء وتناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل أعراض الدوخة. وأعني بالرياضة المشي أو السباحة أو اليوغا. وإذا ظهرت لك نتيجة الاختبار سلبية ولديك علامات وأعراض الحمل المبكرة، قومي بإجراء اختبار الحمل المنزلي مرة أخرى بعد 3 أيام. كما يمكنك الذهاب إلى الطبيب إذا وجدت شكوك.